هذا ويواصل التونسيون بالخارج الإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث والأخير في الانتخابات التشريعية. هذا وتستقبل السفارة التونسية بالقاهرة الناخبين للتصويت في هذه الانتخابات. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة إكسترا نيوز درية عاطف. إليك درية. تحياتي لك نادا ولجميع السادة المشاهدين. بالفعل من هنا من داخل السفارة التونسية بالقاهرة نتابع سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث والأخير لها في الخارج، وهو يوم أيضا الانتخابات في تونس. ولكن للمزيد من التفاصيل حول سير العملية الانتخابية للانتخابات التشريعية التونسية ينضم لي الأستاذ عبد الوهاب الرئيسي منسق الدائرة الانتخابية التونسية في مصر. مرحبا بك يا فندم في البداية على شاشة إكسترا. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. أهلا وسهلا. الحمد لله، السلام وبركة الله. أهلا بك يا فندم. يعني شكرا على التغطية، وأولا أنتهز هذه الفرصة حتى أهني الشعب المصري وجمهورية مصر العربية بهذا اليوم وذكرى السادس من أكتوبر العظيم. بشكرك شكرا جزيلا. ويعني خلينا في البداية نتكلم عن سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث والأخير للانتخابات التشريعية التونسية. بدأت الانتخابات التشريعية التونسية منذ يومين، واليوم هو اليوم الثالث، وهذا أجراء بالنسبة لل المواطنين في الخارج. يعطى لهم 3 أيام حتى ننسق بين المواطنين وأوضاعهم في البلدان اللي هم موجودين، بلدان الاغتراب أو الهجرة. في تونس اليوم هو الانتخابات التشريعية، طبعا هو يوم واحد وهو اليوم يتزامن في يشترك مع هذا، لأنه هذا اليوم في آخره هو ما يتم فيه عملية الفرز وإعلان النتائج، سواء في الخارج تكون تجمعت كلها وفي نفس الوقت في الداخل. زي ما أنتم عارفين وكل الناس عارفين، تقريبا في حوالي 7 مليون وكذا مواطن تونسي هم المسجلين في الانتخابات، لهم الحق في الانتخابات سواء في الداخل والخارج. لما نتكلم واحنا بوصفنا في الخارج عند دائرة العالم العربي وبقية دول العالم ودائرة أوروبا ودائرة أوروبا والأمريكيتين. قل ما معنى أوروبا؟ في الجالية التونسية منتشرة بكثرة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، دي دائرة لوحدها فيها نسبة كبيرة. عندنا تعرفوا حضراتكم فيه 15,000 مترشح للانتخاب للبرلمان من أجل 217 مقعد، فيه 1506 دائرة انتخابية. وهذه ال 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 القوائم الانتخابية فيها القوائم الائتلافية وفيها القوائم الحزبية وفيها القوائم المستقلة على 3 أنواع. أيوة. لكن يعني إذا تحدثنا هنا في القاهرة وعن إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بشكل عام على مدار الثلاثة أيام. على مدار الثلاثة أيام نعتبر في القاهرة إلى حد ما معقول جدا، وفي إطار المجموعة العربية تقريبا الأكبر النسب هي في المجموعة العربية، في الدول العربية وبقية الدول العربية بصفة عامة. الهيئة عزتها في تصريحاتها إلى أنه كان في يوم الجمعة أجازة، وهذا هو الخلل عملية التفوق في العالم العربي. قد يكون ذلك، وقد يكون عندنا إحنا إقبال على الانتخابات. هذه واحدة. النقطة الثانية، العملية كانت عادية، يعني الحمد لله نتمنى أنها تكون ملائمة لما جرى في الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى تقريبا، أو أحسن شوية أن تكون أحسن، وإن شاء الله تكون أحسن اليوم. هذه نقطة. النقطة الثانية، كانت سلسة عادية ما فيهاش مشاكل والحمد لله، تمشي طبيعيا. الاتصال مع الهيئة كان كويس جدا، الإحصاءات تبع كويسة جدا، متابعة بدقة. يبدو أن اسكندرية أفضل من القاهرة إلى حد ما، مكتب اسكندرية لأنه يغطي منطقتين تقريبا، مطروح ولا والاسكندرية، فإمكانياته أحسن منا احنا في العدد، ما نعرفش السبب. بعدين هنعرفه، لا لازم نعرفه في آخر النهار، هو البعد، هل هو التوزع، هل هو هذه العوامل كلها. الحد الآن اسكندرية تعتبر متفوقة على القاهرة في النسب، في النسبة مش في العدد، لأن احنا هنا عندنا تقريبا 1000 مسجل، في اسكندرية 200 أو 200 وقليل. هم الآن وصلوا تقريبا حوالي أكثر من 25%، وهذا يعتبر جيد لحد الآن، وهذا هو الجيد إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا فندم على هذه التفاصيل، والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. وعودة لك ندى مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك درية عاطف مراسلة إكسترا نيوز، كنت معنا من السفارة التونسية. شكرا جزيلا لك.